ورحمة الله وبركاته، أتمنى من الله أن تكونوا بخير وصحة جيدة. يا ريت بعد إذنكم ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس في المنبه لايك عشان يوصل لك كل جديد، لأنه فيكم بي أب يسقط أبنائه الأربعة في مصر مذبحة تهز محافظة القليوبية. أهالي المنطقة فادوا بأن الأب يمر بحالة نفسية سيئة بعدما تركت زوجته المنزل، ومن المرجح أن يكون ذلك سبب ارتكاب تلك المذبحة. في مشهد مأساوي تخلص أب من أبنائه الأربعة محافظة القليوبية في مصر اليوم الثلاثاء، وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية تلقت بلاغا بوجود 4 جثث بقرية حلابة بدائرة مركز قليوب، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين أن اليتامين ل4 أشقاء، أصغرهم طفل يبلغ من العمر 5 أعوام وأكبرهم يبلغ من العمر 21 عاما، وبسؤال أهالي المنطقة أفادوا بأن الأب يمر بحالة نفسية سيئة بعدما تركت زوجته المنزل، ومن المرجح أن يكون ذلك السبب في ارتكاب تلك المذبحة، وتمكنت قوات الأمن من ضبط الأب واعترافها بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيقات. وبهذا قد أوفيناكم بهذا بأب يسقط أبنائه الأربعة في مصر مذبحة تهز محافظة القضية. لا تنسوا اشتراك القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.